فلم تجد أم إسحاق إلا إيه؟ حاجة كانوا بيعملوها الأمهات العرب زمان، وعملتها أم مصعب بن عمير لما أسلم، بس ما نجحتش. أم إسحاق نجحت بقى، راحت طالعة برة، سابت البيت بتاعها ودورت الشمس طبعا في الجزيرة يعني تمام، وراحت جاية في حتة شمس حلوة وراحت قاعدة، قالت لها مش هقوم، مش هقوم إلا ما تقرري إنك هتتجوزي. ساعتين لغاية ما الست طبعا اتعدمت في الشمس دي، فقالت لها حاضر هتجوز. فتقدم عبد الله ابن عمرو ابن عثمان بن عفان، ايوه هو كده تمام، هو كده تمام. في قصه هنا مربكه لكني محتاج ان انا اقولها. ليه بقى؟ لانه هي موجوده في الكتب، يعني انا ممكن اعتبرها مش موجوده، بس احب انكم تعرفوها، لانه عشان تعرفوا ازاي في الكتب في حاجات ممكن تكون مدسوسه، لما تشمها بس كده تحس انها مش حقيقيه، يعني مش حقيقيه، بس مش عارف ازاي فضلوا الناس ينقلوها في الكتب. في الكتب كده قصص اول ما تيجي تستطعمها تلاقي دم، تلاقيها مره ما تنفعش ولا تليق بالشخصيات ابدا. يقولك ان الحسن المثنى رضوان الله عليه وهو بيموت قال لا انا شفت في حلم في حاجه زي كده عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان في جنازتي، وشايفك انت يعني بتلطمي على خدك، فبعت لك واحده ست قالت لك يعني بلاش اللطم على الخد لان انا في حاجه اليه، او النص الثاني لاننا لنا فيه شيء. ده النص بيقول كده الحكايه. هو فقال لها اذا كنت هتتجوزي بلاش حفيد عثمان بن عفان ده، بلاش ده. دي قصه موجوده. اول حاجه تبطل القصه على طول ان ما ينفعش ابدا ان فاطمه النبويه تلطم على جوزها، ده ما ينفعش خالص. يعني ما ينفعش خالص ان الحكايه دي تصدقها، دي اول حاجه تخليك تحط القصه على جنب كده. ثانيا بعد كده اللي حصل ان هو لما تقدم لها قالت له اعمل ايه، ده انا حلفت ان انا مش حلفت له، حلفت الحسن المثنى قبل ما يموت، قالت له مش هتجوزه. فقال لها انا اقدم حاجات صدقات ومش عارف ايه، ما تنفعش برضه فاطمه النبويه بنت الحسين لا تفي بالوعد، ما ينفعش. فالقصة دي سيبك منها، لكنها موجودة، أنا بقولها لكم عشان تعرفوا إن دي قصة يعني تستدعيك لفكرة إيه؟ إنك أنت لما تقرأ قصة لازم تبص، يعني يقول لك مثلا فلان عمل كذا، تقوم أنت عارف إن فلان ده ما ينفعش يعمل كده. يعني هل أنت تصدق إن فاطمة النبوية بنت الحسين لما موتها ما جوزها يموت أو لما موتها يجوز تقعد تلطم؟ لا، ما يعني ما ينفعش. هذه القصة بس أنا حكيتها عشان تبقى على جنب كده.